والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: والعرش والكرسي حق. سبب يعني إدخال المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة في مسائل الاعتقاد أنها طبعا يعني هو أن أهل البدع خالفوا أهل السنة في تفسير العرش في حقيقة العرش والكرسي، وأهمية العرش والكرسي أنهما يختصان بالله سبحانه وتعالى، وهما من الأمور الغيبية وسمة عباد الله عز وجل، كما وصفهم الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. فلذلك أورد المؤلف والعرش والكرسي حق حتى يبين تأصيل مذهب أهل السنة والجماعة لهذه المسائل. وقوله حق أي لهما حقيقة ثابتة، قوله والعرش والكرسي حق أي لهما حقيقة ثابتة. والعطف بين العرش والكرسي يقتضي المغايرة، وهذا هو الأصل في العطف، يعني حقيقة العرش تختلف عن حقيقة الكرسي كما سيأتي بيانه. أما العرش فالعرش يعني لغة له معان، فالعرش في اللغة له معنى في اللغة، فالعرش لغة هو يعني مادته تدل على العلو وعلى الارتفاع، ويطلق على سرير الملك. ومنه قوله تعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعرشون يعني دمرنا مبانيهم العالية. ومنه كذلك قوله تعالى: ولها عرش عظيم، عن ملكة سبأ، عن ملكة سبأ قال: ولها عرش، يعني إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إذن العرش في اللغة هو إيه؟ هو سرير الملك، يطلق على ذلك، ومادته تدل على العلو وعلى الارتفاع. ومنه قوله تعالى كذلك: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. إذن بدلالة هذه الآيات أن مادة العرش تدل على العلو وعلى الارتفاع، وكذلك هو يطلق في اللغة على سرير الملك. وعرش الله سبحانه وتعالى هو مخلوق من المخلوقات، وهو أول المخلوقات، وهو أول المخلوقات بدلالة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، والحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله قدر مقادير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فالعرش سابق ومر علينا في مسألة القلم والعرش أيهما سابق، وقلنا إن العرش سابق على جميع المخلوقات، وهو سقف جميع المخلوقات، والعرش هو سقف جميع المخلوقات، ومنه الجنة، وهو أعلى شيء. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفها عرش الرحمن، وسقفها عرش الرحمن. وصف الله عز وجل العرش في، ممكن سمحتوا التليفونات يعني ممكن بس يعني خليها صامتة أو تؤدوا أصواتها، لأن مش هنستطيع أن احنا نتحمل أصوات كثيرة في الدرس. وصف الله عز وجل العرش في كتابه بأوصاف، منه قوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات ذو العرش يعني ذو هنا بمعنى صاحب، أي صاحب العرش. وذو التي بمعنى صاحب هي اسم من أسماء الستة، ترفع
هي بالواو وتنصب هي بالالف وتنصب يعني وتجر هي بالياء ولا شروطها في ذلك. نعم. ومنه قوله تعالى ذو العرش المجيد وقوله تعالى يعني لا إله إلا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم في سورة النمل. نعم. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذن وصفه بأنه ذو العرش المجيد، وصف العرش بأنه مجيد، وصفه كذلك بأنه عظيم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم على أنه صفة للعرش. نعم. والمجيد فيها قراءتان، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، قراءتان يعني متواترتان، فالمجيد في قراءة صفة لله سبحانه وتعالى المجيد، وفي قراءة الثانية صفة للعرش. ووصف كذلك في سورة المؤمنون بأنه كريم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن وصف بالعظمة وبالمجد، ووصف كذلك بأنه كريم، وهذا يدل على ثبوت الصفتين له، صفة العظمة وهي صفة العظمة والكبر، وهو أكبر المخلوقات وأعظمها. نعم. فلذلك وصف وهذا يدل على عظمته وعلى كبره، ووصفه بأنه كريم يدل على نفاسته وعلى حسنه وعلى بهائه، وأن حسنه لا يعني وأنه من الحسن ومن البهاء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك وصف بأنه كريم دلالة على حسنه وبهائه وجماله، ووصف بأنه عظيم دلالة على عظمته وعلى أنه من أكبر المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه الآيات التي وردت في العرش، أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن العرش له حقيقة، المخالفون وحقيقته أنه هو السرير اللي هو سرير الملك، وهو يتناسب مع عظمة الله سبحانه وتعالى، لكنه مخلوق من المخلوقات. نعم. وإضافة العرش لله سبحانه وتعالى هو من إضافة إيه؟ من إضافة التشريف والتكريم، لأن عندنا الإضافة، لأن الإضافة نوعان، إضافة المخلوق إلى خالقه، فهذه إضافة تشريف وتكريم. نعم. وهذا منه قوله تعالى وسع كرسيه، فأضاف الكرسي لله سبحانه وتعالى، فالإضافة هنا إضافة إيه؟ تكريم وتشريف، ومنه بيت الله وناقة الله. والنوع الثاني من الإضافة وهي إضافة الصفة للموصوف، والنوع الثاني هو إضافة المعاني لله سبحانه وتعالى، فهذه من إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب، قوله تعالى ولكن حق القول مني، الإضافة هنا إيه؟ شو محمد؟ ها؟ أحسنت، لأن هنا إضافة إيه؟ معنى، هو القول صفته سبحانه وتعالى، فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن إضافة المعاني لله سبحانه وتعالى فهذه تكون من إضافة الصفة إلى 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 الموصوف. المخالفون لأهل السنة والجماعة، لماذا اعتقد أهل السنة والجماعة بأن العرش له حقيقة؟ لأن الصفات التي وصف بها العرش في كلام الله عز وجل تدل على أنه له حقيقة، وأنه هو ليس كما يذهب يعني المعتزلة والفلاسفة ونحوهم، أنه هو فلك مستدير في العالم، وهذا وهؤلاء هم المخالفون لأهل السنة، فهم يعبرون عن هذا أنه ليس له حقيقة ولا شيء، وإنما هو فلك مستدير. نعم. وليس عرش بمعنى العرش، أو أنه كذلك تمثيل لعظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعتمدها الكثير من أهل الاعتزال. والنصوص التي وهذه الأقوال كلها أقوال باطلة تناقض الصفات التي وردت للعرش في كلام الله عز وجل، فالذي يدل على أن العرش له حقيقة أنه أولا يحمل، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. طيب، كذلك قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا له حقيقة ولا لا؟
طيب ما ثبت في 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 الصحيح عند البخاري ومسلم يعني يعني وفي في 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 نفخة الصعق وفي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور أي بالصعقة التي صعقها عند جبل الطور لما سأل الله جل وعلا أن قال ربي أرني أنظر إليك. فهذا الحديث دل على أن العرش له إيه؟ له قوائم. نعم. وإذا كان عادة الملوك أنهم يجلسون على العرش فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فكذلك الأدلة العقلية تثبت ذلك. إذا كان عادة الملوك في الدنيا والعرش هذا يدل على إيه؟ يدل على الكمال وعلى الجلال. فإذا كان هذا عادة الملوك في الدنيا فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ وذلك عرش الله عز وجل أكبر مخلوقاته سبحانه وتعالى. إذن علمنا بدلالة هذه الأدلة أن العرش كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أن العرش له والعرش والكرسي حق. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. أما المسألة الثانية مسألة وهي مسألة استواء الله عز وجل على العرش. والنصوص التي وردت في كتاب الله عز وجل كلها تدل على استواء الرب تبارك وتعالى على عرشه كقول تعالى الرحمن على العرش استوى. نعم. ومنه قول يعني ومنه يعني كذلك قوله تعالى نعم ذو لا 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 لا, لا, لا ده, 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 ده شيء آخر. ومنه يعني قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ويعني كذلك يعني ألا يسجدوا لله الذي ألا نعم ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء الآيات بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الله الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن كل النصوص التي وردت باستواء الله عز وجل على يعني عرشه سبحانه وتعالى. نعم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ويعني كذلك يعني قوله تعالى في سورة المؤمنون نعم يعني ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به في الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيره. إذن هذه النصوص كلها تثبت إيه؟ وهذه مسألة ثانية تثبت استواء الله جل وعلا على عرشه. والسلف لهم فسروا الاستواء بمعاني في اللغة فمعاني من معاني الاستواء في اللغة كما فسره السلف الصعود والعلو والاستقرار. وهكذا فسر السلف استواء الله عز وجل على عرشه يعني وهذا مذهب يعني السلف قاطبة مذهب الإمام مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وابن المبارك جميعهم كلهم يثبتون استواء الله جل وعلا على عرشه. وكلهم يقولون أن الاستواء معناه معلوم هو العلو والصعود والاستقرار. نعم. والكيف غير معقول لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه. نعم. فكلهم يثبتون استواء الله عز وجل على عرشه استواء يليق بجلال الله عز وجل. طيب خالف أهل السنة في مسألة الاستواء في استواء الله عز وجل على عرشه طوائف أنكروا استواء الله عز وجل على عرشه وزعموا أن الاستواء في كلام الله عز وجل هو بمعنى الاستيلاء واستدلوا بما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق
قالوا استوى بمعنى استولى. وفي الحقيقة كذلك ممن أورد هذه المسألة مسألة الاستواء بمعنى الاستيلاء أغلب قواميس اللغة يعني مثلا أورد هذه المسألة إن من معاني الاستواء فسر الاستواء بالاستيلاء مع غيره من المعاني. الفيروزابادي في القاموس المحيط فسره يعني هي كذلك. وذكر كذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى للاستواء معان وذكر منها أن من معاني الاستواء الاستيلاء ذكر من معانيها العلو والارتفاع وذكر من معاني الاستواء يعني المقابلة استوى فلان على فلان إذا استحوذ عليه وذكر من معانيه كذلك الاستيلاء كما يقولون استوى فلان على مملكتي أي استولى عليه. وهذا أورده الإمام ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم في أوائل سورة البقرة في الجزء الأول تحديدا في الصفحة يعني في صفحة 457. فهم هنا يفسر لكن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لما فسر الاستواء لما ذكر أن الاستيلاء من معاني الاستواء رجح بأن الاستواء معناه العلو والصعود والارتفاع. يعني هو ذكر من معاني الاستواء لكن خص استواء الله سبحانه وتعالى بأنه العلو والصعود والارتفاع. واحنا نحتاج الى ان نرد على الى يعني مناقشتها الى مناقشه من ذهب وطبعا غالب الجهميه وغالب المعتزله ونحو ذلك فسروا الاستواء يعني بالاستيلاء. والرد على هذه الاستدلالات نعم. وكذلك الجوهري في الصحاح ذهب ايضا الى ان من معاني الاستواء الاستيلاء. يبقى هذا ثابت عند بعض اهل العند عند يعني اورد الاستواء بمعنى الاستيلاء بعض ائمه اللغه كالجوهري في صحيحه الفيروزابادي في القاموس المحيط كذلك صاحب مختار الصحاح نقل عنه كذلك في وذكروا كما ذكرت لكم الامام ابن جرير الطبري ذكروا من ضمن معاني الاستواء لكن الامام الطبري رحمه الله رجح بان الاستواء بأن استواء الله جل وعلا معنى علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. والرد على ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أولا أن من أهل اللغة من أنكر كون الاستواء بمعنى الاستيلاء. يعني إذا كان ذكروا بعض أهل اللغة إلا أن هناك أئمة من أئمة اللغة أنكروا أن يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء. يعني لا نسلم مطلقا. فالمسألة هناك من أئمة اللغة من أنكر ذلك. ومن هؤلاء ابن منظور في لسان العرب في المجلد الرابع صفحة 2164 طبعا دار المعارف في مادة سوى ذكر نقل عن ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة أنه جاءه رجل فسأله عن قوله تعالى قال يا أبا عبد يعني سأله فقال يعني ما معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وابن الأعرابي من أئمة اللغة نعم. فقال هو على عرشه فأجابه يعني ابن الأعرابي فقال هو على عرشه كما أخبر فقال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى فقال له ابن الأعرابي ما يدريك العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد. يقول وهذا كله في لسان العرب العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد فأيهما غلب
فقد استولى. كان هنا فأجاب قال: وما يدريك بأن هذا كلام العرب، العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد، يعني واحد يضاد في تصارع، فأيهما غلب فقد استولى. أما سمعت قول النابغة، النابغة الزبياني: إلا لمثلك أو من أنت سابقه، وهذا الشطر الأول، إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. قال: أما سمعت قول النابغة: إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. الشاهد من البيت ها: إذا استولى على الأمد، والأمد هو المدى، إذا سبق الجواد غيره. فهذا مما استدل به ابن الأعرابي أن لفظة استوى، معنى استوى بمعنى استولى، فإن هذا تناقض، يعني العرب لا تطلق ذلك إلا إذا كان هناك مضاد، وسشهد بهذا البيت للنابغة: إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد، إذا استولى على الأمد، إذا سبق غيره في المدى، في مدى السباق. الأمد بمعنى المدى. إذن ابن الأعرابي رحمه الله تعالى أنكر أن يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأن الاستواء يحتاج إلى إيه؟ إلى مضاد. نعم؟ فهذا أولا، فهذا الوجه الأول. ولذلك وكذلك الأخفش، فنقل ابن منظور عن الأخفش في لسان العرب أنه سئل استوى فقال استوى أي قال استوى أي على، فيقال استويت على الدابة وعلى ظهر البيت، استويت على الدابة أو على ظهر البيت أي علوته. نعم؟ فهذا فكذلك قال، يعني قال الأخفش. والزجاج كذلك هو من أئمة اللغة، قال في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء أي عمد وقصد إلى السماء. إذن من هذه النصوص، لا سيما نقل ما نقله ابن منظور عن ابن الأعرابي، فإنه أنكر أن تطلق العرب الاستواء بمعنى الاستيلاء. والبيت الذي ذكره: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، فاستوى هنا لا، يعني لا يلزم منها الاستيلاء، وإنما هنا معناه أن هو على مملكتي، واستقر ملكه في هذه المملكة، وهذا من معاني الاستواء، يعني استقر ملكه. لأن مش احنا ذكرنا بأن من معاني الاستواء العلو والاستقرار والصعود، فهنا قد استوى بشر على العراق، يعني استقر ملكه على العراق. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. فهذا أولا. ثانيا، لو فرضنا على قول من قال أن من معاني الاستواء هو الاستيلاء في اللغة، طيب لا مانع، لكن لا يلزم من معاني الاستواء في اللغة الاستيلاء أن يفسر قول الله عز وجل على هذا، بل هناك موانع تمنع من تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء حتى لو كان من معانيه في اللغة. ما احنا مر علينا في اللغة بأن اليد في اللغة بمعنى النعمة، ومنه قول العرب: لك يد علي. لكن النصوص التي وردت في الشرع أثبتت بأن لله عز وجل يدا حقيقية، وصفت اليد بالقبضة، وصفت بالبسط، وصفت بالقبض، وصفت بالأصابع، بل يداه مبسوطتان، نعم، وصفت بالأنامل، وصفت بالكف، وكل هذا في أحاديث صحيحة. فهذا دل على أن اليد هنا يد حقيقية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وصف اليمين والشمال والقبضة والبسط والقبض والأصابع والأنامل، كل هذه دلالة عن يد حقيقية. إذن ليس هناك، يعني 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 لا ننزعج أن يكون أن مثلا الإمام ابن الطبري ذكر أن من معنى الاستواء في اللغة معنى الاستيلاء، أو كذلك الجوهرية في الصحاح، يعني لا مانع، قد يكون له معنى في اللغة، لكن هنا في محاذير هنا. ومن المحاذير التي تمنع هنا تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء، نعم،
إذن كون الاستواء له معنى في اللغة من معانيه في اللغة الاستيلاء على تسليم بذلك، وإحنا ذكرنا قول بعض أئمة اللغة كابن الأعرابي وما ما نقله ابن منظور في لسان العرب عن ابن الأعرابي وعن الأخفش من لم يسلم بأن العرب لا تطلق الاستواء بمعنى الاستيلاء لأنه يلزم منه يا مضاد. فالوجه الثاني في الرد على هؤلاء أنه لا يلزم من كون الـ يعني الـ تفسير الاستواء في كلام العرب أنه على قول من قال بأن الاستواء معنى الاستيلاء أنه من معاني في كلام العرب، لا يلزم من ذلك أن يكون مستعملا في كلام الله عز وجل بمعنى الاستواء بمعنى الاستيلاء. قد يكون اللفظ له حقيقة يعني لغوية لكن يستعمل في كتاب الله عز وجل على معنى معين، وبيان ذلك أن الاستواء ورد في كلام الله عز وجل على ثلاثة أنواع. ورد الاستواء مجردا عن الأداء، وورد يعني يتعدى الفعل بحرف الجر إلى، وورد متعديا بحرف الجر على. يبقى ورد على ثلاثة أنواع في كلام الله عز وجل. ورد الفعل مجردا عن الأداء، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فاستوى هنا بالاتفاق باتفاق أئمة اللغة أيضا، استوى هنا ولما بلغ أشده واستوى أي اكتمل شبابه واكتمل نضوجه واكتملت مرحلة كهولته. فهنا الاستواء بمعنى الاكتمال والنضج إذا كان مجردا عن الأداء. النوع الثاني أنه ورد الفعل وقد تعدى بحرف الجر إلى، كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. نعم، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فهنا ثم استوى إلى السماء عدى بحرف الجر إلى. فالاستواء هنا بمعنى القصد، بمعنى القصد. طيب احنا ذكرنا إن معنى الاستواء عموما هو العلو، يبقى هو معناه على قصدا السماء. يبقى هنا حرف الجر هنا تضمن معنيين، أنه على قاصدا السماء. إذا استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء. النوع الثالث من معاني الاستواء في يا كلام الله جل وعلا أنه يتعدى بحرف الجر على، والتعدي بحرف الجر على لم يستعمل في كلام الله عز وجل إلا على معنى العلو والصعود، ومنه قوله تعالى فإذا يعني لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. معنى إيه؟ إذا استويتم يعني علوتم على الدواب، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. طيب، ومنه قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. استويت يعني علوت على السفينة، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ومنه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كذلك. إذن هذه معاني الاستواء الثلاثة في يا كلام الله جل وعلا، عندما يرد مغرضا عن الأداء فالمراد به الاكتمال والنضج كما في آية سورة القصص. إذا ورد يعني مقيدا بحرف الجر إلى فمعناه القصد، لكن يشمل العلو مضمنا معنى القصد، وحين يتعدى بحرف الجر على فهو معنى العلو. وهذه الشواهد، وزيك الأخفش لما سئل عن هذا قال على كما يعني كعلو أحدكم على ناقته وكاستواء أحدكم على ناقته أي على عليا، واستواء أحدكم على بيتي أي على بيته. نعم، إذن هذه معنى الاستواء. وهذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فيلزم من هذا محاذير. من هذه المحاذير أن الله سبحانه وتعالى خص الاستواء بالعرش والاستيلاء للعرش ولا جميع المخلوقات. يعني لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء
يبقى هو مستوى مستولي سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات. نعم. فكونه خصه من العرش يبقى هذا يدل على معنى الخاص بالعرش وهو العلو والصعود والارتفاع عليه. نعم. الثاني أن الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فلو كانت استوى بمعنى، طبعا ثم أنا تفيد إيه؟ تفيد الترتيب مع التراخي. طيب ثم استوى على العرش أي أنه لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء، يعني هو يعني 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 يبقى هو بعد خلق السماوات والأرض استوى على استولى على 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 العرش وهو مستول على جميع المخلوقات منذ الزمن الأول قبل خلق السماوات والأرض بكل شيء، هو مستولي ولا لا؟ فهمنا هذا؟ إذن 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 الترتيب هنا بحرف الجر ثم الذي يفيد ترتيب مع التراخي أن استواء الله عز وجل على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لا يفسر أبدا الاستواء في كلام الله جل وعلا بمعنى الاستيلاء، لأنه يلزم منه كذلك هذه المحاذير. إذن الرد هنا كان من عدة وجوه. الوجه الأول أن هناك من أئمة اللغة من أنكر أن يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء كابن الأعرابي كما نقل عنه ابن منظور في 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 لسان العرب، وكذلك تفسير الأخفش. نعم. وكذلك ابن جرير الطبري رحمه الله لما أورد الاستواء بأن من معاني الاستواء الاستواء رجح بأن الاستواء في الرحمن على العرش استوى، أو قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، رجح بأن هنا المعنى هو العلو والارتفاع وليس الاستواء. الوجه الثاني أنه لا يلزم من كون وكذلك تبع الوجه الأول أن البيت الذي استدل به لا يدل عن الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأنه قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم يمهرار، يعني استقر ملكه، وهذا من المعاني الصحيحة للاستواء. الثاني أنه لا يلزم من كون الاستواء من معاني الاستواء في كلام العرب الاستيلاء كما على فرض على تقدير ذلك. نعم. أنه لا يلزم استعماله فيه في كلام الله جل وعلا، أن القرآن نزل بلغة قريش، وذكرنا أن الاستواء فيه كلام الله جل وعلا على الأنواع الثلاثة التي سمعتموه. الوجه الثالث أنه إذا فسر الاستواء بالاستيلاء لازم منه عدة محاذير، وذكرناها منها بأن الله سبحانه وتعالى بأنه يعني بأن الاستيلاء لا يخص العرش وإنما يستولي على جميع المخلوقات، فتخصيصه بالعرش دلالة على أن معناه ليس معنيه الاستيلاء وإنما معناه العلو والصعود والارتفاع، وهذا هو المعنى الذي يعني ذهب إليه أهل السنة والجماعة. نعم. كذلك قول الله جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وبينهما ثم استوى على العرش، فعطف هنا بحرف الجر ثم الذي تفيد الترتيب مع التراخي، فهذا يدل على فلا يكون الاستيلاء هنا يعني فيمتنع هنا تفسير الاستواء بالاستيلاء، لأن استيلاء الله جل وعلا المخلوقات كانت منذ الزمان الأول وليس بعد خلق السماوات والأرض. إذن لا يفسر. كذلك ما ذكره ابن الأعرابي بأن العرب لا تطلق الاستواء بمعنى الاستيلاء إلا إذا كان هناك مضاد، ومن الذي كان يضاد الله سبحانه وتعالى، يضاد الله يعني جل وعلا في يعني ملكه. طيب آخر مسألة في هذا الباب وهو اعتراض المخالفين. اعترض المخالفون لمذهب السلف، طبعا الإمام مالك لما سئل عن الـ عن الـ عن الاستواء فقال الاستواء يعني 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 معناه معقول، والكيف يقول قال الاستواء معلوم والكيف يا مجهول، والإيمان به واجب، ويعني والسؤال عنه بدعة. أن الاعتراضات المعترضين على مذهب السلف، أن يعني المخالفون لمذهب السلف قد اعترضوا على تفسير الاستواء بتفسير السلف، قالوا أنه يلزم منه بأن الله جل وعلا محتاج إلى العرش، وكذلك قالوا أنه يتناقض مع قولكم ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. طبعا هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ثابت في الصحيح. وهذه الاعتراضات التي اعترضوها هي مبنية على أصل أنهم كما يعني وصفهم بذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فأنه لما فسر الاستواء بمعنى العلو وذكر أنهم قالوا إذا كان بمعنى العلو يبقى كان قبل كان تحت العرش ثم صار فوقه، قال هذا وهم وقعوا فيما فروا منه أنهم مثلوا صفات الله، شبهوا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه.
كل هذه الاعتقادات مبنية على إيه؟ مبنية على أن هؤلاء إذا سمعوا شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى انطبع في أذانهم صفات البشر فوقعوا فيما فروا منه. يعني عندما يقول هو طب هو محتاج على العرش، طيب هو يلزم من العلو الاحتياج؟ لا يلزم. فهذه السماوات مخلوقة وهي فوق الأرض ولا لا؟ وهي فوق الأرض، والأرض السماء مخلوقة والأرض مخلوقة وهي فوق الأرض، هل السماء متوقفة احتاجت الأرض؟ أبدا. فلا يلزم من العلو الاحتياج. فهذه السماوات كما ذكرت لكم فوق أعلى من الأرض وهي ليست محتاجة للأرض. نعم. ثانيا أيضا أنه لا يتعارض هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الآخر إلى سماء الدنيا، لأن استواء الله عز وجل، لأن استواءه على عرشه لا ينافيه نزوله في ثلث الليل الآخر، ولا ينافي قربه من عباده، ولا ينافي كذلك دنوه من عبيده كما يدنو منهم عشية عرفة. كل هذا لا يتنافى مع استوائه على عرشه، ولذلك جمع الله عز وجل ولا ينافي معيته سبحانه وتعالى لخلقه، ولذلك جمع الله عز وجل في آية سورة الحديد بين المعية وبين الاستواء في آية واحدة. نعم. في 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 آية واحدة وهي يعني قول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وزي شيخ الإسلام ابن تيمية استدل بهذه الآية رحمه الله تعالى، استدل بهذه الآية في العقيدة الوسطية، لأنها دلت على 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 أن استوى على أن جمعت بين المعية وبين الاستواء، فهذا يدل على أن معيته سبحانه وتعالى خلق لا تنافي استواء على العرش، وكذلك نزوله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر لا ينافي استواءه على عرشه ولا قربه ولا يدنوه سبحانه وتعالى ينافي استواءه كذلك على عرشه. وإنما هؤلاء انطبع في أذهانهم، هو لما يقول أصل ينزل يبقى خلى منه العرش، ولا يبقى هو عمل إيه؟ يبقى هو مثل نزول الله سبحانه وتعالى بنزول البشر ويعني ونزول المخلوق. إذن كل الاعتراضات التي اعترضوا بها على مذهب السلف إنما اعترضوا عليها اعترضوا بسبب أنهم وقعوا فيما فروا منه، أنهم إذا سمعوا شيئا من صفات الله مثلوها بصفات البشر ثم بعد ذلك نفوا صفات الله سبحانه وتعالى فوقعوا فيما فروا منه، وكانوا كمن يستجير من الرمضاء بالنار. الآخر مسألة في هذا الباب وهو هل الاستواء صفة ذات أم صفة فعل؟ بناء على هذا المعلوم أن صفة الذات هي صفة قائمة، كل من صفات الذات والفعل صفات قائمة بذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عن ذاته، والفرق بين صفات الذات وبين صفات الفعل أن صفات الفعل أن صفات الذات يعني قائمة بحال يعني قيمة لا تنفك عنه بحال، وأما صفات الفعل فيفعلها الله عز وجل حينا ولا يفعله حينا آخر، كما دل على ذلك حديث الشفاعة إن ربي حين يقول أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط، نفسي ذهبوا إلى غيري. نعم. فهذا هو الفرق بين صفات الفعل وبين صفات الذات. طيب لو نظرنا إلى قول الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، إذن سياق الآية يدل على أن استواء الله عز وجل على عرشه كان بعد خلق السماوات والأرض، إذن وصفته إذن هو صفة فعل، لأن الله جل فعله سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم. كما هو ظاهر يعني دلالة القرآن. وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا يعني طبعا لما قال والعرش والكرسي حق هو مستغن عن العرش وما دونه، حتى يرد على شبهاتهم بأنه يلزم من إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى بمعنى العلو بأن يكون محتاجا على العرش أو يتعرض مع نزول الله جل وعلا، قال هو مستغن عن العرش وما دونه. وذكرنا أن السماوات مخلوقة والأرض مخلوقة والسماء تعلو الأرض
وليست محتوى وليست تحتاج الى الارض. قال هو مستغن عن العرش وما دونه، هو مستغن عن 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 كل شيء سبحانه وتعالى. لذا يقول الله جل وعلا: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الغني هنا الالف واللام هي الالف واللام الجنسيه، اي الغني سبحانه وتعالى من كل وجه سبحانه وتعالى، فلا يفتقر لعباده او فلا يفتقر لشيء من مخلوقاته في شيء سبحانه وتعالى، بل هو الغني الكامل في غناه سبحانه وتعالى، وكل ما سواه مفتقر وكل ما سواه اليه فقير سبحانه وتعالى. وانتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. لذا قال هو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه، وهذا غلط من بعض النسخ على على الصحيح. والنسخة الصحيحة كما نبه الشيخ ابن أبي العز نبه على أن النسخة الصحيحة هي محيط بكل شيء وفوقه، أي وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه سبحانه وتعالى، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه سبحانه وتعالى كقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. نعم. طيب، وهذه العبارة تتضمن أمرين، هذه العبارة محيط بكل شيء وفوقه، نعم، يتضمن أمرين. الأمر الأول إحاطة الله عز وجل بالمخلوقات، الأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، يعني أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى. أما الأمر الأول وهو إحاطته سبحانه وتعالى فإنها تتضمن كذلك عددا من المعاني. إحاطة الله سبحانه وتعالى تتضمن في أين 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 كتابه شيخ؟ أنت بتسمعني كده؟ بسمع، بتابع الفيديو بعد كده وبكتب. طيب. كذلك أما إحاطته سبحانه وتعالى فإنها تشمل عدة معاني. تشمل أولا إحاطة العلم، أي أن علم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء، ودل على هذا قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تشمل كذلك إحاطة القدرة، فالله عز وجل قادر على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، يتصرف فيها كيف يشاء، كدلالة الآية السابقة: لتعلموا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فهذه إحاطة كذلك هي القدرة، أي التي تعني أنه يتصرف في مخلوقاته سبحانه وتعالى كيف يشاء. المعنى الثالث إحاطة العظمة سبحانه وتعالى، ويعني فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرش بائن من خلقه، أي منفصل عن خلقه، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: بما نعرف ربنا، قال بأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه. فهذه الإحاطة هي إحاطة العظمة سبحانه وتعالى، وأنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، كما يقول أهل الحلول والاتحادية. يبقى هذا الأمر الأول وهو إحاطة، شملت إحاطة العلم، إحاطة القدرة، إحاطة العظمة. الأمر الثاني وهو وأنه فوق كل شيء، وهذا يثبت العلو، صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وكما مر علينا علو الله عز وجل يشمل علو الذات، فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه وعرشه فوق فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، ويشمل علو القدر والمكانة، فهو سبحانه وتعالى عالي القدر والمكانة، لا يدانيه سبحانه وتعالى في عظمته شيء. الثالث وهو علو القهر، فأنه قهر جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، قهرهم بالموت، كقول تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. إذن علو الله عز وجل يشمل هذه المعاني الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر والمكانة، وعلو القهر. أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه هي أدلة من الكتاب ومن السنة وكذلك من الفطر المستقيمة، الفطر وأدلة المعقول وأدلة الفطر. أما أدلة الكتاب فهناك دلالات كثيرة في كلام الله عز وجل، وورد الشارح عندك، تدل على علو الله جل وعلا. التصريح بالفوقية: يخافون ربهم من فوقه. التصريح بالعروج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
التصريح بالعندية، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستكبرون. التصريح بالنزول، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم. نعم، يعني كل فكل هذه الدلالات، نعم، إليه التصريح بالصعود، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، كل هذه الدلالات من دلالات القرآن على علو التصريح بالعلو نفسه، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير، فالتصريح يعني بالعلو سبحانه وتعالى. نعم، نعم، التصريح باستوائه على عرشه، وهو وكما ذكرنا أنه من معاليه الصعود والارتفاع الرحمن على العرش استوى. إذن هذه أدلة، هذه كثيرة جدا دلالات القرآن على علو الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لم يختلف فيه أحد من أهل السنة في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. السنة كذلك، ينزل ربنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. نعم، وهذا النزول نزوله من علو إلى سفل. نعم، وغير ذلك دنو الله عز وجل ويا سبحانه وتعالى، وهذا يدل عن أيضا يعني قريب من معنى النزول وقرب الله سبحانه وتعالى، قريب من معنى كذلك النزول. واتفقنا على أن النزول والقرب والدنو والمعية كلها لا, 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 لا تنافي استواءه على عرش. من أدلة الفطر هو ما أودعه الله عز وجل في الفطر، أن ليس في فطرة الإنسان فحسب، وإنما حتى في المخلوقات. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، خرج نبي من أنبياء الله يستقي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خرج نبي من أنبياء الله يستقي هي بقوم، فوجد نملة ملقاة على ظهرها رافعة قوائمها لله سبحانه وتعالى، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعائي غيركم. فهذا الفطرة مستدلة يعني مستقرة على ذلك، مستقرة على أن حتى في الدواب وفي المخلوقات. أما دلالة العقل على علو الله سبحانه وتعالى فمن عدة أمور. أولا، صفة العلو، هذه صفة كمال أم صفة نقص؟ صفة كمال وصفة جلال. واتفقنا على أن كل كمال لأن ثبت للمخلوق وأمكن لله جل وعلا تصبيه، فلله عز وجل منه المثل الأعلى، لأن الله جل يقول: ولله المثل الأعلى. فإذا كيف يثبت الكمال للمخلوق ولا يثبت لله سبحانه وتعالى؟ ثانيا، بأن الله سبحانه وتعالى هو موجود، وكل الطوائف تعترف بوجوده سبحانه وتعالى، ووجوده سبحانه وتعالى لابد أن يكون يعني منفصلا عن خلقه بائنا منهم، ولا يكون مختلطا يا بخلقه، وإلا فدل هذا على عدم وجوده. إذن أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة وكذلك أدلة العقل وأدلة الفطر كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. الطوائف المخالفة لأهل السنة في هذا الباب منهم الذي يقول بأن الله جل وعلا ليس لا هو داخل الكون ولا خارجه، وهذا قول الأشاعرة، والكلام ده يلزم منه لما يقول هو لا داخل الكون ولا خارج الكون، هذا العدم، يلزم منه العدم، وهذا قول الأشاعرة، وهذا قول جمهور الأشاعرة. فلذلك كان فكذلك كان الجويني في درس من دروسه يقول: كان الله ولا مكان، وهو حيث كان. يقول: كان الله ولا مكان، ينفي ويود، ينفي علو الله سبحانه وتعالى. يقول: كان الله ولا مكان، وهو حيث كان. فكان أبو جعفر الهمداني، وهو متوفى سنة 31 و500، كان جالسا فقال: يا أستاذ، دعنا مما تقول، لكن فأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدون أحدنا في نفسه إذا قال: يا الله، رفع يديه إلى السماء ولم يذهب يمنة ولا يسرة. فضرب الجويني على رأسه، قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ونزل ودخل بيت.
إذن الصنف الأول هو الذي يقول بأن الله لا داخل المخلفين، أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله جل وعلا مستوى عرشه وعرشه فوق السماوات واستواء يليق بجلاله، كما قال الإمام مالك وقال شيخ الإمام مالك ربيعة وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنه. الطائفة الأولى أن الله لا داخل المكان ولا خارج المكان، وهذا هو قول الأشاعرة. لذلك قال يا الجويني كان الله ولا مكان وهو حيث كان، ورد عليه يا الهمداني. الصنف الثاني هو الذين يقولون بأن الله في كل مكان وليس في جهة، وليس في جهة العلو في كل مكان، وهذا قول الجهمية، هذا قول الجهم وأتباعه من الجهمية، وهذا مناقض لصريح القرآن، مكذب لكلام الله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن سبحانه وتعالى. وطبعا احنا مش هنشغل نفسنا بالرد على هؤلاء، احنا علمنا الأدلة من الكتاب، لكن فقط تعلم فقط هذا تعريج على الطوائف المخالفة في هذا. الصنف الثالث وهم من يقولون بأن الله جل وعلا حال في خلقه، وما هذه المخلوقات إلا مظاهر تبدي، يعني تبدي الله عز حلول الله جل وعلا في مخلوقاته، وهذا قول الحلولية والاتحادية وأصحاب وحدة وحدة الوجود. نعم، فلذلك منهم كابن عربي وابن سبعين والحلاج، ها نعم ابن الفارض يعني كذلك. فهؤلاء يعني يرون بأن الله جل وعلا يحل في مخلوقاته، يتبدى في مخلوقاته، وهؤلاء كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى، فإن النصارى زعمت بأن الله جل وعلا يحل في المسيح ابن مريم عليه السلام فقط، لكن هؤلاء زعموا بأن الله جل وعلا يعني يقول العبد رب، ويعني هم يقولون العبد رب والرب عبد، فليت شعري من ما من هو الرب، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كفر ويا ضلالة. وهكذا الطوائف هي المجهمة. إذن هذه الطوائف المخالفة لأهل السنة في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا هناك أدلة أخرى، حاول تراجع أنا طبعا مش أنا لا نستطيع أن نحصر جميع الأدلة في الدرس، لكن تراجع دائما تراجع مع الشرح الذي سمعته، تراجع الشرح ابن أبي العز، لأنك مطالب بشرحه وكذلك مطالب كذلك بالشرح الذي في الكتاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.